مساء الخير. من ساحة الكرامة في السويداء إلى ساحات إدلب ومدنها والشمال السوري برمته إلى ساحات وشوارع في عواصم مختلفة من العالم، خرج السوريون يحيون ذكرى 13 لثورتهم. الثورة السورية التي انطلقت في آذار 2011 تعرضت خلال أعوامها الطويلة إلى نكسات وانكسارات، وواجه السوريون خلالها ظروفا قاسية وضغوطا كبيرة للتخلي عن أهدافها، سواء في مناطق سيطرة النظام أو قوى الأمر الواقع أو في بقاع شتى من العالم. لكن مظاهرات السويداء والشمال حملت شعارات الثورة الأولى ونددت بحكم سلطات الواقع وممارساتها، لتؤكد أن السوريين رسموا طريقا واضحا بعد آذار 2011 ولا عودة إلى ما قبل ذلك التاريخ. الثورة في ذكرها 13 موضوعنا اليوم في منتدى دمشق، مرحبا بكم. نناقش في محاورنا الليلة ما واقع الثورة السورية وأهدافها بعد 13 عاما على قيامها. هل يعتبر الحراك الشعبي في السويداء والشمال السوري تجديدا للمشهد الثوري؟ كيف يمكن البناء على الحراك الجديد لاستعادة ثورة وحراكها المدني؟ المزيد في تقرير محمد حاج بكري. بهتافاتها الأولى وأهازيجها وجموعها، السوريون في مناطق من البلاد وفي مدن وعواصم مختلفة من العالم يحيون الذكرى 13 لثورتهم. الثورة السورية التي بدأت إرهاصاتها بمحاولات لناشطين وسط دمشق، وكانت درعا في جنوب البلاد مهدها الأول، المدينة التي لم يتوقف الحراك فيها منذ 18 من أذار 2011 وحتى اليوم. على الرغم من كل المجريات التي مرت بها الثورة ورغم كل الانكسارات والخذلان الذي أصابها، ليعود المشهد متجددا من الجنوب أيضا، وهنا ساحة الكرامة في السويداء تحيي ذكرى الثورة بجموعها وأهدافها ولافتاتها وحماس ثوارها الأوائل. أحيا السوريون ذكرى ثورتهم خلال السنوات الماضية في ساحات مدن الشمال السوري وساحات أخرى من مدن العالم، لكن شيئا يبدو مختلفا اليوم في هذه الذكرى. فالمظاهرات في شمال البلاد وجنوبها تندد بالنظام وتعلن على الملأ شعارات إسقاطه، مضيفة إليها شعارات ضد قوى الأمر الواقع وسياساتها، مؤكدة أن سوريا لكل السوريين كما جاءت الثورة في وعدها الأول. دمار وموت وتشريد وفقر وميليشيات مسيطرة على طول التراب السوري، ونظام مرتهن لحلفائه الروس والإيرانيين، وتشكيلات سياسية معارضة من ائتلاف وطني وحكومة مؤقتة إلى هيئة تفاوض إلى سواها، لم تتقدم خطوة واحدة تجاه حل، رغم تشعب المسارات السياسية وطول جولاتها وتراجع دولي في دعم القضية السورية، عطبت آليات الحلول وجعلت مصيره مجهولاً، ربما ليغرق السوريون في تيههم. لكن ورغم الصورة القاتمة، ما زالوا يجددون موقفهم، معلنين ثباتهم عليه، كاشفين للعالم برمته أن عزيمتهم لم تهن وأن الأمال ما زالت قائمة رغم وعورة دروب تحقيقها وتعقد تركيبها. فما قيمة الحراك الجديد في الشمال والجنوب ضد النظام وقوى الأمر الواقع في تحديد بوصلة السوريين وأهدافهم؟ وكيف يمكن البناء عليه لتوحيد ذلك الحراك وسط انقسام مجتمعي وجغرافي وأمام آلة عسكرية لا تفهم إلا بلغة السلاح والعنف، وعدوها اللدود حراك المجتمع ومدنيته؟ لمناقشة موضوع حلقتنا نرحب بضيوفنا من مدينة عزاز في الشمال السوري، مدير الوحدة الاجتماعية لمركز الدراسات لجامعة شام في عزاز محمد البقاعي، ومعنا من الدوحة مدير مكتب مركز حرمول الدراسات المعاصرة في الدوحة عمر إدلبي، ومعنا أيضا من برلين الكاتب والباحث الاجتماعي والسياسي ماهر مسعود، مرحبا بكم جميعا.
أستاذ ماهر، أود أن أبدأ معك بسؤال هو قد يبدو سؤال نظري لكنه في الحالة السورية سؤال راهن حول الثورة ومفهوم الثورة. أنت تعلم هناك جدل بين منظرين سياسيين ومفكرين على مستوى العالم حول الثورة ومفهوم الثورة في سوريا. بعد 13 عاما من اندلاع الاحتجاجات، البعض بدأ يشكك هل ما حصل ثورة أو أنه ثورة وفشلت حتى مع عدم إحراز تقدم على مستوى الانتقال السياسي. هناك شبه اتفاق على أنه الثورة يجب أن يصاحبها انتقال سياسي واجتماعي بالدرجة الأولى. كيف يمكن النظر لهذا الانفجار الحاصل في سوريا مع مرور 13 عاما عليه؟ أهلا فيك وبضيوفك وبالمشاهدين الكرام. بداية حقيقة يعني رح بلش بطرح عدم الاتفاق مع الاتفاق العام حول يعني مفهوم الثورة اللي بين المفكرين والمنظرين والسياسيين، إذا خاصة بجزئية التغيير الاجتماعي والسياسي. لأنه إذا كان التغيير الاجتماعي والسياسي هو فقط استبدال نظام بنظام، فبيكون الانقلاب هو التيبيكال ثورة، هو الثورة النموذجية، بصير بقى عاد بثورة يعني 23 تموز 3 يوليو بمصر اللي جابت عبد الناصر، أو بثورة 8 آذار اللي جابت حزب البعث وبعدين جابت النظام العسكري بقيادة حافظ أسد. ولكن الثورة حقيقة إذا بنطلع نحن بالتاريخ يعني، وهذا الشيء ما بدنا نهزل فيه، كل الثورات اللي قامت بالتاريخ هي ثورات فشلت. يعني من ابتداء من الثورة الإنجليزية اللي جابت كرومويل، للثورة الفرنسية نابليون، للثورة الروسية ستالين، للثورة الإيرانية الخامنئي، للثورة الجزائرية، لحتى الثورة المثالية اللي هي الثورة السورية عام 1925 ما أسقطت أو ما أنهت الاستعمار الفرنسي، بل بقيت 16 عام. ولكن الأهم من كل هذا هو تغيرت مواقف الناس واقعيا، صار في تغيير اجتماعي وسياسي هائل وقائم على يعني مبادئ أساسية. هي المبادئ هي اللي أنتجت فيما بعد، وتبعا لظروف مختلفة هي اللي أنتجت فيما بعد الاستقلال، أو اللي أنتجت فيما بعد نظام جاهز. لأنه إذا بدنا نشوف نحن فكرة التغيير الاجتماعي والسياسي ابتداء مني أنا أو أنت أو أو حتى المشاهدين أو ضيوفك الكرام، ما في حدا ما تغيرت حياته اجتماعية حياته رأسا على عقب. كل سوري في الداخل أو في الخارج تغيرت حياته. ولكن هي النظرة المثالية للثورات في خطابين مهم تفكيكهم. الأول هو يعني خيرية الثورات، الثورة تنقلنا من يعني الجهالة إلى النور، الثورة تنقلنا يعني الشيء جميل من البشاعة إلى الجمال. إلى هذا المنظور المثالي للثورات هو اللي بيؤدي ليطلع أشخاص ومثقفين وأنه الثورة انتهت أو هي مش ثورة، أو الثورة انحرفت عن مسارها، الثورة استلموها الإسلاميين. الثورة غيرت حقيقة حياة السوريين بالكامل من بدايتها إلى نهايتها، وما زالت مستمرة. وطالما أنه مواقف الناس يعني تغيرت تجاه الاستبداد بكل مناطق سوريا، فعمليا هاي الثورة رح تستمر. ولكن يعني هنا في مسألة مهمة اللي هي أنه يعني يعني طلب البشر من انه تكون الثوره خير، تكون الثوره فقط تغير، ولكن ليس بالضروره ان تغير باتجاه الخير. الشغله الثانيه والمهمه هي البحث عن فائده مباشره. يعني بيطلع بيجيك ناس واقعيين جدا، انه بيطلع بالواقع انه ما في ثوره ولا في شيء، فعمليا بينطق من هذا المبدا اللي يقول الثوره فشلت، الثوره خلصت. طيب حسن نصر الله كان صرعنا وهو عم بيقول خلصت، ولكن احنا بنشوف الواقع ينتج ميكانيزمات جديده لتظهر دائما ثورات جديده، تظهر دائما الناس لن تقبل الناس بنظام استبدادي. طالما انه النظام الاستبدادي ان كان بادلب ولا عند قسد او بمناطق النظام، طالب أن منطق الاستبداد هو السائد، لن يتغير موقف الناس لا الأطفال ولا الكبار. حتى نحن نشوف المظاهرات ناس شاحبي ناس نظيفة، ولكن يعني محمولي ومهمومي بالروح الثورية وبالروح اللي هي بدها تغيير. يعني واقعيا لا يمكن أنه يعني الثورة موضوعيا موجودة، لأنه ما تغير، لا تغير النظام ولا تغير الواقع اللي خرج السوري من أجله، اللي هي حرية والكرامة واللي هي التعددية السياسية.
ولما بنقول انها حريه او كرامه ممكن تنفهم بمجموعه هائله من الاشكال. ولكن من يومين طلع شخص عم يعني ضد جولاني مباشره باحدى المؤتمرات وعم يحكي بدنا حريه سياسيه، حريه بالتعبير، حريه التعبير على سبيل المثال. يعني احنا هي مش 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 تعبير شعري ولا تعبير يعني موضوع تعبير، انه الناس تعبر عن ما في داخلها، هذا لا يعني هذا حريه التعبير. وهذا ما خرج شخص بمنطقه محكومه اسلاميا، ولكن موجودين الناس ستبقى تطالب وقوى الامر الواقع موجوده نتيجه التوازنات الدوليه، ليس نتيجه رضا الشعب. يعني التوازنات الدوليه هي اللي مخليه الجولاني بادلب، هي اللي مخليه قسد، هي اللي مخليه النظام السوري، التوازنات الدوليه. ولكن بالنسبه للشعب ما في حدا من كل هؤلاء رضيان بمن يحكم. طيب. فعمليا هي ثوره ليست مستمره بالمعنى المثالي، ليست مستمره بانه بمعنى الرومانسي بمعنى البدايات، ولكنها مستمره. يعني ولكن من يقول ان الثوره مستمره هو يريد من خلف هذا الكلام، يريد لديه روح ثورية، هو يتأمل وهو يعني ينضح بالحيوية من أجل استمرار الثورة ومن أجل بقاء. أنقل هذه النقطة لأستاذ عمر. أستاذ عمر إدلبي، يعني كل سنة في ذكرى الثورة ومنها هذه السنة يعني الذكرى 13 يخرج ناس يرفعون شعارات الثورة يقولون الثورة مستمرة، لكن ربما البعض يقول بأي معنى الثورة ما زالت مستمرة؟ هل فعلا يعني ما زالت هناك مستمرة في ظل يعني الواقع المتردي، المعيشة الاقتصادي، جيوش، قوى أجنبية، قوى احتلال موجودة على الأرض السورية، قوى أمر واقع متوحشة مستبدة، وبالتالي هل فعلا يمكن القول أن هناك ثورة ما تزال مستمرة في سوريا؟ يعني بطبيعة الحال أشار ماهر إلى يعني مسائل في غاية الأهمية تتعلق بما هو المأمول من الثورة، من هذا الحراك أو الانتفاضة الشعبية العارمة التي شهدتها سوريا يعني في منتصف آذار من العام 2011. التغييرات السريعة بالتأكيد يعني لا يمكن أن تنتج يعني في ظل ظروف مغلقة الإحكام على الصعيد السياسي والأمني كما في حالة النظام السوري. هذا مسار تغيير طويل بحاجة إلى صبر عليه، وبالتأكيد الشعب السوري قدم الكثير من التضحيات ربما يعني لم تؤدي إلى التغيير المطلوب الذي كان ينشده السوريون خلال السنوات الماضية، ولكن هو حفر عميقا في الحقيقة في تصورات السوريين عن مستقبلهم من حيث المبدأ، وأيضا في الواقع السياسي والاجتماعي والأمني والجغرافي يعني الإقليمي المحيط بسوريا نتيجة تداعيات الثورة السورية. هي ثورة بالتأكيد وبطبيعة الحال، لأنها يعني خطت لمسار من فتح طرق واسع للحريات وللتعبير عن الرغبة بالمشاركة السياسية لدى السوريين، وهي كانت ممنوعة عليهم في الحالتين، وأيضا قوضت النظام الدكتاتوري الفردي الذي كان يحكم سوريا على مدار عقود، ومن الصعوبة بما كان تصور أنه سيستمر يعني بصرف النظر عن الواقع الوهمي الذي يخيل لبعض الناس أنه هذا النظام قد استعاد يعني إمكانية استمراره على الشاكلة التي كان عليها قبل الثورة. أيضا أشار ماهر إلى يعني مسألة في غاية الأهمية في الحقيقة، وهي التغيير بمعنى يعني النتائج السريعة التي ينتظرها الناس، وهم محقون في الحقيقة نتيجة فداحة التضحيات والانتهاكات التي مورست عليهم خلال السنوات الماضية، ولكن هو أمر ليس واقعي بصراحة. يعني دعنا نتحدث بوضوح، نحن أمام نظام يعني تمرس باستخدام أسوأ آليات ضبط المجتمعات بطريقة عنفية وبطريقة إجرامية، ومن الصعب اقتلاعه وبالتالي تحقيق نتائج سريعة على غرار تلك التي شاهدناها في تونس مثلا، رغم يعني التحفظات على يعني ما يمكن تسويقه من نتائج إيجابية حصلت في التجربة التونسية. ولكن بكل الأحوال الحراك الذي يحصل الآن في السويداء، الحراك الذي يحصل في إدلب وفي شمال سوريا ضد قوى الأمر الواقع سواء كانت النظام أم فصائل محسوبة أو منسوبة إلى المعارضة، كلها تؤكد على يعني أساسية وأمر جوهري يعني كان من نتائج هذه الثورة، أن الشعب السوري انخرط جديا في العمل السياسي وأصبح معنيا بالتخطيط لمستقبله والمشاركة به وبالمحافظة على
على الأفق الواسع إلى حد ما طبعا الذي يعني صنعه لنفسه بتضحياته فيما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي وبممارسة حرياته السياسية. هناك بالتأكيد إكراهات يعني فرضتها قوى الأمر الواقع على المجتمعات التي تنوء تحت سيطرتها بمعاناة شديدة فيما يتعلق بالحريات الاجتماعية، فيما يتعلق أيضا بحرية يعني الاعتقاد. هذه كلها يعني بالتأكيد لا نراها هينة، ولكن يمكن التعويل على أن المستقبل يعني سيتجاوزها، بما أن هناك إرادة لدى جميع السوريين حتى هؤلاء الذين موجودين تحت سيطرة النظام الآن تمكنوا من رفع سقوف مطالباتهم والحديث عن مطالبهم بشكل أفضل مما كانت عليه قبل الثورة السورية. لذلك أنا يعني أميل للتفاؤل إلى حد ما رغم فداحة الخسائر والتضحيات التي قدمها السوريون للأسف خلال السنوات الماضية. طيب، يعني تشير إلى المطالب وتطلعات السوريين، والحقيقة هناك مظاهرات تخرج كما أشار يعني ضيفانا أستاذ محمد البقاعي في شمال غربي سوريا، تخرج مظاهرات ضد هيئة تحرير الشام وضد زعيمها الجولاني وضد النظام السوري طبعا. وفي السويداء هناك مظاهرات مستمرة منذ نحو 7 شهور ضد النظام أيضا السوري. الحقيقة يعني هناك لابد من الإشارة أنه هذا الحراك الذي يحصل في جزء أساسي منه هم من الشباب نتحدث في العشرينات من العمر، وهؤلاء في 2011 كانوا ما يزالون إما أطفال أو في سن المراهقة، عاشوا ظروفا مختلفة عن التي عشناها نحن والأجيال السابقة. هل يملك هذا الجيل أيضا ذات التطلعات ذات الأهداف التي نادى بها السوريون الذين شاركوا في ثورة 2011؟ تمام، مساء الخير. بداية خليني اجي اقول انا بقيم الامر بناء على المطالب اللي هي عم ترجع، شو هي مجموعة القيم اللي عم يرجع الشارع سواء كان بسويدا او كان بإدلب او كان بريف حلب الشمالي هو عم ينادي فيه. بنشوف انه هناك في تماثل بنوعية القيم، يعني ما زالت القيم الأساسية اللي عم تطالب فيها الناس هي قيم الحرية والكرامة. خليني اقول انه ممكن يكون الشباب اللي هن صغار بالعمر تغيب عنهم السردية العامة لتفاصيل الثورة وليس فكرة قيمة الثورة بحد ذاتها. الأمر الثاني، الشباب اليوم اللي هن المكبر بالعمر بالنهاية عاشوا ببيئة اختبروا فيها جزئيا فكرة أنهم يمتلكون قدرة على التعبير على أنفسهم مقابل قوة موجودة. بالنهاية القوى الموجودة في سلطات أمر واقع موجودة فرضا بشمال غرب سوريا ما تجذرت بشكل سلطة مطلقة كما كان الوضع بالنسبة للسوريين بعام ما قبل عام 2011، وبالتالي في تجربة معينة عاشوها الشباب. هي التجربة خلتهم يتلمسوا أنه هن بيقدروا يعبروا عن نفسهم، بيقدروا هن يتكلموا، بيقدروا هن يحكوا، وبالتالي عم يشوفوا أنه هنا تغول من السلطة لإعادتهم لعملية خليني اعتبر ضبط اجتماعي لهم، ضبط سلطوي، فهن بشكل طبيعي رح يرفضوا هذا الامر. بالنهايه الشباب السوريين اليوم ما عاد هن شباب مغلقين ما قادرين يوصلوا لمعلومات تفرجيهم الناس كيف عايشه خارج سوريا بشكل اساسي، كيف بالاساس المجتمعات عم تندار وما الى ذلك. هذا الامر ممكن يساعد على زياده الوعي لدى الشباب اللي ما عاشوا هي التجربه. خليني اجي اقول حتى اذا بدي انقل الامر باتجاه ربط القيم اليوم ما بين الحراك في ريف حلب أو بشمال غرب سوريا والحراك بسويدا، أنا بعتقد أنه هناك مساحة كبيرة من المشتركات، هناك تطابق إن لم يكن زمانيا. يعني في مشكلة دائما عند مقاربة الحراك بسويدا بحراك 2011 أنه يتم مقاربته زمانيا. حراك بدأ من 12 سنة وحراك فرضا مستجد صار له 6 أو 3 واليوم هو تطور. أعتقد هذه المقاربة ما كتير وصلت. بالمعنى السياسي هناك تطابق قيمي، يعني الحراكين هن عم يتطابقوا قيميا، وانا اعتقد انه لا، حتى ممكن نقول انه الحراك بالسويدة عم يكون انضج لجهه تعبير عن معنى الحريه والكرامه بمطالب سياسيه واضحه. يعني نحن اليوم نجي نتكلم عن دوله ديمقراطيه، عن دوله مواطنه، عن دوله عداله وما الى ذلك. هي المصطلحات وهي المطالب السياسيه حقيقه اليوم ممكن تكون غائبه بريف حلب الشمالي على سبيل المثال، وبالتالي او بشمال غرب سوريا عموما. وبالتالي انا بعتقد انه هاي الحركات وان كانت زمانيا مختلفه بامتى بدات ولكنها هي متطابقه قيميا بشكل كثير كبير. الامر الثاني، اعتقد في نوع من انواع ممكن نظلم انه هو حراك الشباب وننسى انه او ما يعني ما ننتبه على انه حراك السويداء ممتد افقيا وعموديا وشامل فئات
من 2011 ما كانت مشاركة بالزخم اليوم مشاركة، عم بحكي عن أعمار الأربعين وأكبر من هيك. هذا دليل أنه في الأساس في عندي يعني مسار نضج سياسي مشغول صار عدد من السنوات أدى لمشاركة هاي الأفراد أو هاي الفئات بشكل عام. طيب يعني في ظل هذه الظروف أستاذ ماهر، يعني أشار ضيفنا أستاذ محمد البقاعي إلى موضوع الفترة الزمنية، والحقيقة أنه الظروف الآن اختلفت في سوريا عن سنة 2011. يعني نتحدث اليوم عن مظاهرات تخرج في شمال غربي سوريا ومظاهرات مثلا تخرج في السويداء، لكن يعني هناك انقطاع جغرافي، ليس الحال كما كان بال2011. والحقيقة حتى يعني بقية المناطق، في مناطق من النظام شهدت نوع من الاحتجاجات يعني بدرجات متفاوتة في أوقات سابقة، مناطق قسد تشهد بين الفترة والأخرى أيضا احتجاجات ضد سلطة الأمر الواقع. إلى أي مدى يمكن اعتبار ذلك خاصة ما يحصل الآن سواء في شمال غربي سوريا ضد هيئة تحرير الشام أو في السويداء ضد النظام استمرارا فعلا للثورة في بداياتها، يعني الثورة الأولى بال2011؟ هلأ أنا بدي أثني على اللي قالوا الزميلين وبخاصة الأستاذ محمد البقاعي بشغلتين. أولا رح أرجع على مسألة القيم، بس خليني أحكي أول على مسألة الزمنية. نحن لما بتعرف هلأ بكونه أحداث غزة قائمة، لما بنحكى عن الموضوع أول حجة تقال أنه ما يحدث الآن في غزة أو عملية 7 أكتوبر هي نتيجة تاريخ كامل له 70 سنة، يعني وصلت لهي النتيجة، ما تشيلوا المسألة من سياقة، ما تشيلوا الحدث من سياقه، تمام؟ نفس الشيء فيما يحصل في السويداء الآن أو فيما يحصل به. هذا بالمعنى الزماني اللي عم بيطالبوا فيه أهل السويداء بمظاهراتهم هو ذاته اللي صار، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الراهنة. يعني نحن المطالبات الأساسية، أنا برجع بقول طالما يعني ميكانيزمات الاستبداد قائمة سيبقى المجتمع بحاجة حقيقية وفعلية وواقعية لأنه يثور ضد شرطه ضد ظرفه. يعني هي ما حدا بيقدر يسيطر عليها ببساطة، لأنه في ظرف واقعي يسمح للناس أو يدفع الناس إلى الثورة. هذا نفس الشيء بالنسبة للفلسطينيين بالمناسبة، طالما أنه في ظرف شرط احتلالي إذن الناس ستبقى تلاقي طرق معينة من أجل الثورة ومن أجل الانتفاضة ومن أجل الحراك ومن أجل التغيير. إذن يعني هذا شرط الزماني مهم جدا. المسألة الثانية مسألة القيم، وهي شغلة مهمة جدا حكاها فعلا. هي نحن يعني القيم بالمناطق كلها منفكر أنه هي مختلفة، ولكن هي قائمة على أساسات واحدة عند الناس اللي بدها حرية وبدها كرامة وبدها حياة كريمة قادرة تعبر فيها عن حالها. بالنسبة للقيم، القيم في لما نحن بجيب سيرة قيم بنفكر أن القيم تنزل من الأعلى، أن القيم هي شغلة يعني دائما متعالية، ولكن القيم تصنع من الأرض، القيم تصنع من الألم، القيم تصنع من التعب. الناس عم تنتج، يعني الناس بحاجة للحرية، بحاجة للكرامة، لأنه هي عم تضحي من أجل الكرامة، لأنه هي دفعت أثمان هائلة. نحن دفعنا ملايين، يعني مئات ألاف الشهداء، ودفع الشعب السوري عم بحكي بشكل عام، وتم دفع الكثير من الأثمان وتم لحتى نوصل للحرية. فعمليا هاي القيم عم تنتجها الناس من خلال العلاقة مع الواقع. هلأ قديش هاي النتائج بالشمال أو يعني بتوصل لنتائج جيدة ما حدا بيقدر يعرف، لأنه احنا عم نشوف أنه العالم معقد جدا. لو أنه كان في توازن دولي مختلف كانت الموضوع مختلف. يعني نحن في ناس مباشرة بيروحوا لا يعني بدهم فقط كبش فداء، إنه الثورة أخذوها فقط الإسلاميين ببلشوا يسببوا مثل النظام، إنه الإسلام السياسي هو المشكلة. ليس صحيح هذا الحكي، ولكن لا يكفي وحده. يعني نحن ما بدنا نشوف عنف النظام، ما بدنا نشوف وجود إسرائيل، وما بدنا نشوف الموقف الدولي، ما بدنا نشوف الموقف الإقليمي، ما بدنا نشوف كل ضعف المعارضة. يعني كل هالأشياء هي إذا نحن شفنا يعني اللي عم بيحصل فقط ورمينا ملامي على حدا معين لحتى نرتاح أو نريح ضميرنا، ما بعرف. يعني في كتير ناس إنه خلص الثورة خلصت وفشلت وما بعرف شو، لا حتى يعني يريحوا ضميرنا، يا أما ليثبتوا الوضع الراهن، يا أما ليتعالوا على الناس اللي بعدها عم بتقوم. ولكن بالواقع الشروط الموضوعية ما زالت قائمة من الشمال إلى الجنوب. ومسألة مهمة جدا هي إنه السلطات الأمر الواقع بالشمال، إن كان عند الأكراد أو بإدلب، بكونها هي سلطات حديثة، يعني ليست متجذرة في المجتمع، ليست متجذرة، فالناس عندها يعني إذا نحن حتى مو عن جديد فقط، حتى من السنوات الماضية كانت الناس تظل تحاول تقوم لأنه السلطة غير متجذرة ولن تتجذر.
لانه يعني لا سلطه الجولاني قادر انه لو طالع بايد اي واحد من السلطات الثلاثي الموجودين بارض الواقع كان اما بده يسيطر على البلد كلها او بده يفرض نفسه كسلطه وحيده ومستبد وكامل، ولكن مو طالع بايده عمليا، مو طالع بايده نتيجه التوازنات الدوليه المتضاربه جدا ونتيجه انه الشعب اصلا غير رضيان فيهم. ولكن الاهم بكل هذا الكلام هو وجود ميكانيزمات مقاومه عند الناس لن ياخذها شيء. ميكانيزمات المقاومه كثير بهمني اخر شغله هون ميز بانه المقاومه بالعاده بتروح يعني بتروح للمقاومه اللي شكلها النظام خاصة حزب الله. يعني من المهم والضروري انه فعلا تغير هي الفكره. حزب الله والمقاومه بهذا المعنى ليس مقاومه، هو مقاومه بمعنى ضد الحياه من اجل الموت وليس من اجل الحياه. يعني نحن اذا بناخذ حديث سريعا انه مقاومه حزب يعني المقاومه من اجل تغيير الشرط الموجود الداخلي للافضل. إذا مشوفنا نحن حزب الله كمقاومة، حزب الله يتصرف كدولي وليس مقاومة. اللي بيصير إذا افترضنا نحن أنه وجود بعلاقته مع إسرائيل، أولا تقوم على عدم الاعتراف لا بسايكس بيكو ولا حتى بدولة فلسطين، يعني هو بأي حق بيروح بيقاتل بفلسطين، بس هو عم بفاوض مثل الدولي بيروح بيعطوه أمر الإيرانيين مشان يقاتل يعني بيوقف أو بيستمر كدولي وليس كمقاومة. ولكن إذا بنشوف نحن علاقته مع الداخل اللبناني شو اللي بده إياه؟ لو أنه كان حزب الله مقاوم بشكل حقيقي كان فعلا ممكن لبنان تكون صارت أفضل وتحسن الوضع. طيب. راهن على سبيل المثال الشيعة حصة جيدة أو أخذت تحولت المحاصصة الطائفية لمحاصصة سياسية وكان ممكن ينتج حياة سياسية بلبنان، ولكن احنا عم نشوف الآن لأنه حزب الله هو البديل والوكيل للنظام السوري والإيرانيين، لبنان حاليا بوضع لا يحصد عليه ويعني بغرق بظلام هائل. طيب يعني أنا هاي المثال. طيب يعني أستاذ عمر إدلبي، إذا يقول أستاذ ماهر معنا الظروف الموضوعية التي تدفع الناس للثورة موجودة وبالتالي سيستمر هناك حراك ضد سلطات الأمر الواقع طالما بقيت هذه الظروف، لكن في الوقت نفسه يعني ذكرى الثورة ربما هذه أيضا نقطة تحتاج إلى توضيح تعليق عليها، يعني قد هي لا تبدو مناسبة للاحتفال مثلا، يعني البعض يقول ذكرى الثورة وكأن هناك عيد، لكن الحقيقة واقع سوريا يعني كارثي على مختلف المستويات في كل سلطة، يعني الجغرافيا السورية في المناطق المختلفة تحت سلطات أمر الواقع المختلفة النظام أو قسد أو شمال غربي سوريا، وبالتالي ربما من المفيد أن يكون هناك مراجعة لما حصل خلال هذه السنوات، لأنه أيضا بعض يعني الخطابات كانت خشبية أو غير واقعية، وبالتالي أليس من المفيد الآن القيام بمراجعة هادئة للتعلم على الأقل مما حصل؟ يعني المراجعة هي يعني حتى في الساعات الأولى كانت للانطلاق الانتفاضة كانت مهمة، فما بالك بعد 13 عاما من الخيبات ومن الفشل على جميع المستويات. يعني أنا هون لا أقول انهزمت الثورة أو انكسرت الثورة، ولكن أقول نعم فشلنا في جميع المسارات التي كان يجب أن يعني أن نستثمر فيها بشكل جيد وأن نقدم لهذا الشعب يعني ما يمكن من نجاحات تخفف عنه عبء هذه التضحيات الكبيرة. صدقني محمد، حتى في الشعارات التي رفعها المشاركون في إحياء الذكرى 13 للثورة هناك خطاب نقدي واضح، سواء فيما يتعلق ب يعني المطالبات من قوى الأمر الواقع بتبييض السجون والإفراج عن المعتقلين وحتى إسقاط مثلا الجولاني ولا والخطابات الأخرى التي يعني تنتقد أداء المعارضة السياسية وتتحدث عن فشل المسارات الحل السياسي سواء فيما يتعلق باللجنة الدستورية أم غيرها، أم انتقاد الواقع الخدمي الذي على هشاشته وعلى سوءه يعني يتعلق به السوريون في مناطق التي تسيطر عليها المعارضة لتكون يعني تعوضهم عن معاناة النزوح وعدم وجود الدولة بالمعنى الواضح، وبالإضافة إلى مسائل الانفلات الأمني وهذه الفوضى السلاح الموجودة كلها كانت موجودة في شعارات المحتفلين، يعني إذا نسميهم محتفلين في ذكرى الثورة. ولكن الطابع الاحتفالي، الطابع يعني الأهزيج التي سادت هذه المناسبة في الحقيقة هي نوع من أنواع يعني ومضامين خطاب التحدي الذي دأب السوريون على تمسك به خلال السنوات الماضية جراء استمرار عنف النظام وجراء يعني استمرار دعم حلفائه له وممارسته شتى أشكال يعني محاولات إجهاض هذه الثورة ويعني وتيئيس جمهورها. أما فيما يتعلق
في مسألة المراجعة وهي يعني مسألة في غاية الأهمية يجب أن تطلع بها على نحو عاجل، ونكرر هذه يعني المطالب في كل ذكرى للثورة، أن تطلع بها مؤسسات المعارضة بالدرجة الأولى والقوى السياسية والثورية ومراكز البحثية، لأن يعني كم الخيبات على 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 كل الصعود العسكرية والسياسية والخدمية ويعني في العلاقة وفي إدارة العلاقة مع الأطراف الخارجية، كلها في الحقيقة تقتضي مراجعة واضحة ويعني تشير إلى مكامن الخلل وتقدم البدائل. يعني السؤال ما العمل هو المهم الآن في هذه المرحلة، ما الذي يجب علينا فعله لتلافي هذه الإشكالية. ربما يعني أتت قبل أيام وثيقة المناطق الثلاث لتقدم تصورات عن ماذا يمكن إجماع بعض السوريين أن يضيفه على صعيد التأسيس النظري لعمل. نعم، طيب أعود إليك لاحقا أستاذ عمر، أنتقل لأستاذ محمد البقاعي حول هذه النقطة. كما قلنا أستاذ محمد، يعني واقع سوريا سيء بالتأكيد. سوريا كدولة، نتحدث عن دولة شبه منهارة مفتتة جغرافيا تحت سلطات أمر واقع مختلفة، هناك جيوش احتلال على الأرض السورية، هناك واقع صعب اقتصاديا، وبالتالي كيف يمكن التعلم من التجربة التي مررنا فيها خلال هذه السنوات كي لا يعني كي يكون هناك مراكمة للخبرات والتجارب، استفادة منها وعدم تكرار ذات الأخطاء. تمام، هلا خليني أقول في درسين مهمين يجب إنه يعني يتم تسليط الضوء عليهم. هدول الدرسين يجب أن يبنوا على قاعدة كتير مهمة. القاعدة هي بتقول إنه المجتمعات ما بتتعلم بالشكل السريع اللي بيتعلم فيه الأفراد بحد ذاته. يعني ممكن أستاذ محمد أنت تقوم بتجربة معينة وبعدين بتعمل مراجعة ذاتية تغير موقفك اتجاهك آرائك وما إلى ذلك. المجتمعات أصعب تغييرها وتحتاج إلى وقت، هي بتتجرب ونتيجة هي التجربة بتشوف أنه هذا المسار ما بيزبط، خلينا نشوف غيره، هاي الطروحات ما بتكفي خلينا نحدث. بتخيل في نقطتين أو درسين هدول كتير مهمين أنه نحن يعني نستخلصهم من 13 سنة الماضية. الدرس الأول هو أنه يعني خليني أسميه أنا الصدام إلى اللانهاية والابتعاد عن العمل السياسي ما نفيد. خليني أنا أعمل مراجعة اليوم، نحن اليوم فرضا في عنا مسار اللجنة الدستورية ومسار جنيف هو مسار تفاوضي على سبيل المثال، أتى بعد بمرحلة انكفاء عسكري عاشته المعارضة على سبيل المثال. ممكن لو كان المسار بدايات الثورة بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة ممكن يكون النتائج أفضل وكان حققنا أكثر منه. طبعا إذا نرجع لهذيك الفترة ونحكي هذا الخطاب ممكن واحد يتخون عليه. وبالتالي يجب أول درس نتعلمه أنه المسار السياسي ما هو مسار يعني ترفي، والعمل السياسي ما هو ترف، وما تبذله من جهد ومال ووقت بالعمل السياسي أمر كثير مهم. هو يعني البعض أستاذ محمد تعلم أصبح محبط، يعني يقول السياسة كلها مصالح وكلها يعني إما انتهازية أو يعني مصالح شخصية وحزبية أو دول فاعلة، وبالتالي يعني فقد الأمل من الفعالية السياسية للسوريين. أنا رح أبني على هيك، هو مصالح ونحن بدنا مصلحتنا كشعب سوري. نحن اليوم بدنا نطرح شيء يحقق لنا مصلحتنا. خليني أجي أقول باللحظة اللي هي صار في عندي نوع من الانكفاء الكبير بالقضية السورية وأنه الأمر رايح باتجاه تطبيع مع النظام وإلى ما ذلك، كان في مسار سياسي عم يقوم فيه السوريين بالولايات المتحدة الأمريكية وقف كل هذا المسار من قانون منع التطبيع، قانون الكبتكون وما إلى ذلك. فهون شفنا كيف الجهد السياسي جاب نتيجة. هذا أول درس كتير مهم. أي حراك ثوري ما بده يتواكب مع طرح سياسي ما ومسار سياسي للعمل عليه والسياسة، هي مو شيء أنا بجي بكون في عندي مسار تفاوضي أنا بجي بشترك يعني بشترك فيه. ما هيك بس العمل السياسي، أنت بدك تخلقه وتوجده وتوجد آلياته والتعامل معه وتتفاعل معه، وبدك تكون تقدم خطوة مسبقة لهذا الأمر بعدين بتشوف نتائجه. خليني أجي أقول الدرس خلال 13 سنة كنا أصحاب رد فعل سياسي وكنا نخسر دائما. هذا أول درس. الدرس الثاني اللي بشوفه مهم
وخليني أكون صريح فيه، أعتقد أنه يجب علينا كسوريين معارضين محامين لراية الثورة أنه ندرك أنه نحن نعيش في عالم، هذا العالم يجب أن نتعامل بما يفهم به، وبالتالي ما بيسوى نرجع نطرح نحن اليوم مشاريع ما بتعيش، طروحات الناس ما بتقدر تتفاعل معها. أنت بدك تقدم نفسك كحدا بيقدر يكون ليس لماضي سوريا، هاي نقطة كثير مهمة. حتى أنا اليوم أستذكر تاريخ الثورة، أنا ما بدي أستذكر أن احنا طلعنا بثورة بعام 2011، أنا ما هدفي أني والله أنا أستذكر هذا، أنا عم بعمل هذه المراجعة لحتى إيجي أنا أطرح المستقبل. النظام اليوم ما عنده غير يرجعك للماضي. نقطة قوتنا أساساً بالثورة هو التغيير، التغيير للمستقبل. فأنت اليوم طروحاتك مو يعني أنا لحق يعني لحقق عدالة أو لمحاسبة يعني فرضاً عما حدث سابقاً، هذا كتير مهم، بس الأهم أنه يكون عندنا طروحات للسوريين كيف بدنا ياهم يعيشوا، كيف بدنا نشتغلهم. بالتالي هذا الأمر يحتاج إلى مشروع سياسي واضح، قيم واضحة، قيم تعيش بهذا النظام الدولي، تقدر تتقبلها دول الإقليم، بيقدروا يتقبلوها السوريين بكل مكوناته. هل هذا الكلام إحنا حقيقة في لحظة من اللحظات وفترة من الفترات فقدناه، بدأت طروحاتنا كلها ما السوريين نفسهم ما بيقبلوها، منطقة من منطقة ما بيقبلوها، الإقليم ما بيقبلوا، القوى الدولية ما بيقبلوها. هدول أمرين بتخيل كتير مهمين. الاستثمار بالعمل السياسي، يكون عندك مشروع بيعيش، ما بيهمني المشروع الأجمل، ما بيهم المشروع اللي فيه ورد كتير، يهم المشروع اللي بيحقق نتيجة واللي بيقدر يغير حياة السوريين. أنا بدي السوريين يعيشوا بطريقة جيدة، أقل شيء يعيشوا مثل أي شعب بالعالم، مثل الشعب التركي، مثل الشعب الإيطالي، مثل الشعب الأمريكي، يعيشوا مثل هاي شعوب العالم. كيف بتعيش؟ إحنا هيك بدنا السوريين يعيشوا. طيب. لا بدنا إياهم يعيشوا بالقمر، ولا بدنا إياهم يعيشوا قبل 2000 سنة على سبيل المثال. طيب، يعني طروحات واقعية والنظر للمستقبل. أستاذ ماهر مسعود، هذه نقطة مهمة، كيف بناء يمكن من خلال ذلك يعني البناء على الحراك الجديد أو الحركات الموجودة من أجل استعادة يعني فكرة الحراك المدني وكي يكون مثمرا في النهاية؟ نعم، شكرا. يعني أنا باعتقادي من المهم جدا، وهذا يعني عم يوصلوا له السوريين عبر التجربة يعني مع الأسف، هو الاعتراف بالاختلاف. يعني والاختلاف هو اللي بيعطي غنى للمجتمع، هو اللي بيعطي يعني آفاق مثل ما كان عم يحكي صديقنا، وآفاق المستقبل. هلأ السوريين أكثر شغلة مهمة، يعني تقريبا صارت سائدة بكل عند الشعب السوري، هي الالتزام بالواقع. ما يعني على قدر ما كان في إحباطات على مسارها 13 سنة، ما عاد عندهم كتير آمال بالمجتمع الدولي مثلا، ما عاد عندهم كتير آمال بمخلصين. إن كان يعني بتذكر يعني مثل ما بتذكروا وين كن يا عرب وين كن يا مسلمين القدس، هي صفة. نحن عايشين بدولة وحدة، بدنا نلتزم بهاي الدولة، بدنا نلتزم بهاي الجغرافيا اللي جامعتنا، بدنا نلتزم باختلافنا ونعترف باختلافنا. اختلافنا يعني بدل ما يؤدي للهدم، بدل ما يؤدي لأنه نكون يعني نشتغل على النوايا انه وكأن الآخر يعني سوف يعني هو بده يقتلك، لا، الآخر هو فقط يعني عنده مصالح، يجب أن أضع نفسي مكان الآخر لحتى أقدر أنا أفهم كيف هذا الآخر بفكر، لحتى أقدر أنا أعرف أنا كيف أتصرف بناء على المصلحة وبناء على المنفعة. هلأ هذا الموضوع بالمناسبة حراك السويدة كان كتير نموذج له. يعني بدل ما أنه فقط المعارضة القديمة اللي هي من الأعلى عم تطرح طروحات يعني جاهزة للناس، كانت هي مضطرة بشكل أو بآخر إن كان بعلاقة مع بعضها أو بالعلاقة مع الناس تأخذ بعين الاعتبار ما يريده الناس. بالعلاقة مع الخارج نفس الموضوع، تم عرض كتير يعني مشاريع يعني أو أجندات خارجية من أجل إدارة ذاتية من أجل كذا، ولكن لم يكن لها يعني مسرب موضوعي، لأنه الناس يعني القوى المتصارعة بين الناس وبين النخب بين بعضها، وهذا الاختلاف الموجود ضمن المجتمع بالسويدة هو اللي أدى للنتيجة وحدة، هي أنه نحن ما بدنا نروح باتجاه إدارة ذاتية، ما بدنا نعول على أي وعد إن كان أمريكي أو غير أمريكي، وما بدنا في نفس الوقت بدنا نلتزم بالعمل المدني. ليش؟ العمل المدني باعتباره هو الوسيلة الأفضل والوسيلة اللي هي بأقل التكاليف
قياسا بالوضع الراهن. اي مغامره اي اتجاه باتجاه العسكره نحن الخسرانين فيه، ما في مجال للتعويل على اي دعم خارجي ايا يكن، لانه اصلا الدول بين بعضها مش بس مختلفين، ما في توازن قوى يعني. وبالتالي هذا الشيء انا بشوفه يعني هو قيم عند السوريين، والاهم فيه هو بدايه الصراع من أجل إنتاج تحويل القيم العامة والأفكار المجردة لشيء مؤسسي. يعني عبر عنه إذا انتبهت اللي طلع ضد جولاني من يومين بإحدى المؤتمرات بقلب إدلب وحكى عنه، أنه مثلا تحويل أشياء واقعية، تحويل الـ مثلا القيادي الى مجلس استشاري، تحويل النقابات الى نقابات من تعين من الاعلى لنقابات الناس هي المحامين او المهندسين هن اللي عبروا عن نفسهم. نفس الشيء صار بشكل مختلف في السويد بالمناسبه، ولكن يعني طبعا بطريقه مختلفه، ولكن نفس الشيء انه عم بيحاولوا ياسسوا لعمل تتعود الناس على العمل المدني، تتعود على العمل السياسي انه هي بلدنا وهي بنحافظ عليها ضمن الامكانيات وبدون ما نلجأ أو بدون ما نهرب مباشرة لأي حالة نستفز فيها باتجاه العنف. فأنا طيب. برأيي أن السوريين عم يتعودوا عم يتعلموا من تجاربهم. يتعلمون من تجاربهم، وأحد القصص ربما التي يمكن التعلم منها أستاذ عمر إدلبي، أنت كنت يعني في ثورة 2011 في البدايات، كان هناك طبعا القمع الأمني، ومن أجل التنسيق لجأ الناس إلى يعني طرق مبتكرة، منها كان موضوع التنسيقيات، وأنت كنت أحد يعني مؤسسي هذه التنسيقيات. اليوم نتحدث عن واقع طبعا مختلف، كما قلنا نتحدث مثلا شمال غرب سوريا والسويداء الذين يعني ذكرناهم كأمثلة، مناطق منفصلة جغرافيا، كيف يمكن ابتكار طرق جديدة أيضا من أجل الحفاظ على هذا التواصل، طالما أن الجميع يؤكد على التطلعات يعني المشتركة نحو دولة مواطنة، دولة تجمع جميع السوريين؟ يعني خلال الفترة الماضية شهدت الكثير من ولادة تجمعات وتيارات سياسية سورية الحقيقة عابرة للأيديولوجيا، وهذا أمر في غاية الأهمية. يعني هذه التجربة التي مثلتها التنسيقيات في بدايات الثورة السورية، التشبيك والتنظيم، تنظيم العمل السياسي بين قوسين العابر للأيديولوجيات، اليوم السوريون أدركوا أن هذه التجربة في غاية الأهمية، وهي في غاية الضرورة في هذه المرحلة بالذات. الثورة شارك بها جميع السوريين، يعني أقصد ممثلين لهم عن جميع التيارات والطوائف والطبقات الاجتماعية والتمثيلات القومية. ويمكن الحقيقة أن تلعب التيارات السياسية الآن، يعني ربما تجربة الأحزاب غير براقة عند السوريين وغير جاذبة، ولكن يمكن أن تقوم التيارات والتجمعات بهذا الدور الآن لأنها في غاية الأهمية. انتظام السوريين في عمل سياسي فعال هو واحد من المخارج الضرورية في هذه المرحلة لكي ينتج العمل الوطني. يعني ما فشلت التيارات القوى الثورية خلال العشر سنوات الماضية على إنجازه بظل وجود هذه أو انعدام الثقة في العمل الجماعي. النماذج التي تحدث عنها أيضا ماهر فيما يتعلق بالعمل في السويداء لتنظيم الروابط والاتحادات، وأيضا في الشمال السوري وفي خارج سوريا بين الشتات السوري، أيضا هي تجارب في غاية الأهمية، ويمكن أن تؤدي دورها في المرحلة القادمة مع يعني بذل جهد في الحقيقة لدعم هذه المشاريع والثقة بها، إعطاء الثقة بها. هذه مسألة في غاية الأهمية، أن نثق ببعضنا وأننا يمكن أن نقوم بعمل، وأن يعني نترك لفكرة التداول القيادة أن تأخذ حظها في تجويد العمل الجماعي العام. كل هذه المسائل في الحقيقة، ويمكن أن نقدم الكثير من الاقتراحات والكثير من الأفكار التي هي استخلاصات ودروس وعبر يعني كان يجب على السوريين أن يستفيدوا من السنوات السابقة لبلورتها، لا سيما وأننا يعني شعب بلا تجربة سياسية قبل الثورة، أتينا من أقبية المعتقلات ومن العمل السري ومن المنشورات السرية التي لا يمكن أن تنجح عملا سياسيا ولا يمكن أن تساهم في إدارة سياسية للبلاد ولا حتى في تنظيم معارضة جادة وفعالة بمواجهة نظام كهذا النظام الذي واجهه السوريون. أنا أجد الآن في التحركات التي يقوم بها الاتحادات والنقابات
ذات الطابع المهني ولكن لها توجه سياسي واضح. يعني الخلفية السياسية في عمل هذه النقابات والروابط والاتحادات يمكن أن تساهم في الحقيقة في إعادة السياسة إلى الشارع السوري وإلى المواطن العادي، لأنها مفتاحية في الحقيقة في المستقبل، ولا سيما أن قوى الأمر الواقع تتكل إلى قوى بلا نظرية، يعني بلا برنامج عمل يمكن أن يعني يساهم بإطالة عمرها. هذه القوى قوى الأمر الواقع تفتقر للمقومات الاستمرارية بمجرد يعني أن تفقد الدعم الذي تتلقاه من قوى خارجية وإقليمية. والمستقبل لهذه التجمعات والتشكيلات ذات الطابع المدني، مع التقدير بالتأكيد للدور العسكري الذي يجب أن تظله مظلة جامعة منظمة ذات أهداف وطنية، لا أن يعني نتوقف في عملنا على مطالبة النظام بهيكلة الجيش والأمن ونحن يعني لدينا 1,000,000 فصيل. طيب أستاذ محمد البقاعي، يعني بالحديث عن هذه أو عن تجمعات يمكن أن تكون عابرة للمناطق أو للإيديولوجيا، قبل أكثر من أسبوع ظهرت وثيقة ما عرف بوثيقة المناطق الثلاث، تحدثت عن درعا، السويداء وشمال غربي سوريا. كيف يمكن تحويل هذه يعني إلى هذه الوثيقة إلى مبادرة فعلية من أجل بناء جسور الثقة والعمل المشترك بين أبناء مختلف المناطق؟ بعتقد يجب أولا الوثيقة هي كثير مهمة، لأنه هي يعني كسرت جليد فكرة أنه في تكون تواصل مباشر ويكون في مبادرة وما إلى ذلك ما بين جنوب سوريا وما بين شمال. بعتقد في أمرين يجب علينا دائما أنه نهتم بالعمل فيهم بالعمل السياسي. أولا البطء، يعني ما نكون عجولين بتوقع نتائج مباشرة من مبادرة المناطق الثلاثة أو ما إلى ذلك. هاي كلها عبارة عن خطوات إحنا بحاجتها حتى نوسع النقطة الثانية وهي المساحة. يعني يصير في عندنا مساحات عمل أكبر ما بين هاي المناطق بتخيل هذا الشيء حتى يجب إنه يدرس كيف ممكن يتحول سياسيا. يعني هل يكفي أن يكون صوت السويداء موجود بساحات السويداء، أو يجب أن يتحول هذا الصوت لصوت سياسي يشارك بمسار المسار المعارض بشكل عام؟ هذا كثير بيسبب هذا الشيء خطر على 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 صوت السويداء، قديش في قبول لهذا الامر. كلها بدها مناقشات. بعتقد واحده من اهم النقاط اللي لازم نشتغل عليها خلال الفتره القادمه هو تعزيز التواصل وتعزيز المناقشات ما بين المناطق السوريه، بحيث انه يصير في يعني زياده قبول، زياده مناقشه المساحه اللي ممكن احنا نشتغل فيها. بعتقد انه قد يكون حوامل المجتمع المدني حوامل كثير مهمة يجب الاستثمار فيها. حكى الأستاذ عمر عن نقابات بريف حلب، أنا بتحكي كمان عن المجتمع المدني الحي الموجود بسويدا. هذا ركن كثير أساسي لازم نحن نبني عليه. وبرجع أقول كيف بده ينعكس. إحنا نحكي عن مناطق منفصلة جغرافيا، ولكن ممكن إنه تطلق اليوم بمسارات تفاوضية خارجية، ممكن تطلق بأنشطة مشتركة، ممكن تطلق بقيم ممكن تسعى إلى تعزيزها، ممكن تطلق على سبيل المثال بمبادرات جديدة ممكن يتم العمل عليها. وبناء عليه خليني ما إجي أنا أستعجل إنه وكأنه رح يصير في عندي تغيير كامل وما إلى ذلك. نحن كثير مهم محمد ترك هاي. الوضع بسوريا هو وضع مجمد، وهذا الوضع قد يستمر عدد من السنوات، ما نستهين بهذا. هي فرصة أو قد تكون تهديد إذا نحن ما عرفنا نتعامل. أنا بشوفها فرصة حتى يرجع السوريين اختلاف مناطق يعدوا يفكروا بهدوء ما هو الشكل الدنيا لمستقبلهم، ما هو الشكل اللي هن بيرضوه، وين هن هي المساحة الجغرافية هن موجودين فيها ورح تجمعهم. وبالتالي لابد انه يتم مناقشة كيف ممكن نحن يصير في عنا مشروع يغير كل هذا الواقع، ممكن يتجاوز السلطات الحالية لطرح شكل مستقبلي لتنظيم الدولة السورية بالكامل. طبعا في عنا كثير صعوبات وتحديات بكل منطقة، وهذا امر طبيعي. طبعا انتهى وقت الحلقة، شكرا جزيلا لكم جميعا. كان معنا من عزاز مدير الوحدة الاجتماعية لمركز الدراسات لجامعة شام محمد البقاعي، ومن الدوحة مدير مكتب مركز حرمول للدراسات المعاصرة عمر إدلبي، ومن برلين الكاتب والباحث الاجتماعي والسياسي ماهر مسعود. شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، نلتقي في حلقة قادمة من منتدى دمشق، إلى اللقاء.